صباح الخير من جديد لكل المشاهدين. لكن عندنا ثلاث وصفات لليوم، ثلاث وصفات رمضانية بين شوربة النعنع، سلطة البروكولي، وأيضا في عنا طاجن. طاجن اليوم حاضرين طاجن السمك بالفريك. هول هن لكان مشاهدينا وصفاتنا، بلشنا فيهم من بداية عالم الصباح. عندي بطنجرة على النار، طنجرة على النار في بقلبها زيت زيتون، في بقلبها بصل، في بقلبها ثوم، في بقلبها فليفلة، وأيضا حطينا الفريكة مع الكرافس، وأيضا ضفنا من مرقة السمك بالإضافة للبندورة المطحونة. حطينا رشة كمون، رشة ملح، رشة فلفل أسود، كل هالخليط مثل ما عم بتشوفوا الطنجرة عم تغلي الفريكة، هالريحة الشهية اللي عم تطلع. لكن مشاهدينا فريكة بالسمك صارت جاهزة عنا، الفريكة بضل في عنا سمك. طبعا السمك انا اليوم مستعمل من فيليه السمك، فيليه السمك الفريش طازة. رح نقطع فيليه السمك، رح نتبله بتتبيلة زيت الزيتون مع الكمون بالإضافة للكزبرة اليابسة مع رشة ملح. رح كلهم نخلطهم مع بعض ونرجع نقليهم. بس قبل ما تبل السمك وقطع السمك، خلينا نروح نحط البروكولي أو نسلق البروكولي. طبعا عندي بروكولي خضراء، في عندي طنجرة على النار في بقلبها مي، رح ضيف هون أنا للمي ملح. لكن ضفنا رشة ملح للمي. رح جيب البروكولي بدي اسلقها. لكن مشاهدينا سلطة البروكولي كيف بدي اسلقها؟ يعني بدي احطها 3 دقايق بالمي المغلية وبرجع بشيلها وبدي قليها كمان بزيت. هون فيني قليها بزيت نباتي او زيت زيتون، مش ضروري قليها لا، بدي اعملها بشكل سوتي. طيب لكن مثل ما عم بتشوفوا البروكولي تتبيلة طالتها رح تكون عصير حامض كمان من زيت الزيتون بالاضافة للطحينة، كمان رح نحط معها من الثوم والكمون. لكن هون البروكولي بهالشكل مثل ما عم بتشوفوا عندي، فيني هون كمان حط من الكربونات اذا بدي اسلقها سلقة كاملة. الكربونات بتحافظ على اللون الخضار للبروكولي. السمك جاهز، السمك الفيليه، ناطرنا السمك لحتى نتبل السمكات، نرجع نقليهم ونقدمهم على الوجه. لكن مشاهدينا خلص وقتنا هلا، طبعا رح ارجع اخبركم عن السمك باخر فقرتين من فقرات رشة ملح، وما تنسوا رح جاوبكم على الأسئلة اللي بعتولنا إياها على رقم الواتساب. أما هلأ بالعودة للجيدة. شكرا شيف، أكيد رح نتابع محطاتنا بعد لحظات بحلقة سينما معي ومع ضيوفي، خليكن معنا.